اوكي انا الاول. لا ما انت قلت لي ما حد انا عارف. لا استنى اصل انت بتقول ما حدش يجاوب من بدايه من اوكي هو عمل الاجابه غلط. اي واز يعني والله يعني شفت بقى انا مش فاهم انت بتتخانقوا على ايه. ده مستر عمر ودول اتنين مستواهم واحد في الانجليزي وجايين يتحدوا بعض في برنامج سبيكليش جاد تالنت واللي فيه مجموعه تحديات مختلفه في الانجليزي، تحديات في الكلمات والنطق والجرامر والمحادثه والاستماع، واللي هتحدد مين فيهم اجمد في الانجليزي. ازيك يا جماعه، ايه الاخبار؟ زي الفل الحمد لله. كله تمام؟ كله زي الفل. طيب في الاول كده عايزكم تعرفونا اسماءكم. انا اسمي عبد القيوم. وانا اسمي هبه. اوكي طيب قولوا لنا بقى عايزين تتعلموا انجليش ليه او بتتعلموا انجليش ليه؟ انا بالنسبه لي مفيد جدا في الحياه في اي حاجه، كل تفاصيل الحياه. النقطه الثانيه والاهم ترقيه في الشغل عشان اكسب فلوس اكتر. تمام ماشي. وانا اكسبيرينس اكتر يبقى معايا عدد لغات محترم يعني عشان اعرف برضه اشتغل. اوكي نايس. طيب فكره البرنامج ببساطه بيبقى في شويه اسئله هنبدا نسالكم اسئله على فقرات مختلفه واللي هيجمع بوينتس اكتر هو في النهايه اللي هيكسب. جاهزين نبدا؟ جاهزين. طيب قبل ما نبدا عايزكم تتوقعوا مين هيكسب. هبة تتوقع مين هيكسب؟ انا. ايه تكسب؟ تمام عبد القيوم. هبة. سبحان الله. خلينا نبدا واول تحدي معانا هو تحدي الكلمات، وهنا هنختبر حصيله الكلمات عنده. بكل بساطه هنعرض لكم شويه صور واللي هيحاول يعرف الصوره دي ايه هي الكلمه بالانجلش هياخد بوينت، واللي معاه بوينتس اكتر هو اللي هيكسب. يعني مثلا هوريكم صوره كرسي واللي هيقول شير الاول هو اللي هياخد البوينت وهكذا. اوكي فهمتوا؟ فهمنا. يلا بينا اول صوره معانا. شايفين ايه؟ مارد. مارد جود جاب يا جماعه، اول بوينت لهبه، برافو هبه جود جاب. يلا الصوره الثانيه نخش عليها. سنجل. اوكي البوينت دي هتروح لعبد القيوم عشان البحر وانا بفكر في البحر. اوكي جود جاب عبد القيوم. سنجل طبعا احنا عندنا الجواز وهيطلق. يس طبعا احنا عندنا سنجل لو واحد مش مرتبط، لو اثنين مرتبطين بيبقوا اسمهم ايه؟ couples. او couples. Yes. Good job. يلا الصورة اللي بعدها. ها عريس. اوكي عريس. What does it mean in English? ايه. Alright. اوكي. ايه. عريس. عريس وعروس اسأل. اوكي خلاص كده عريس يعني groom. جروم. صراحة ما كنتش عارف. اصلا طيب تمام جروم عريس يعني جروم. اوكي يلا الصورة اللي بعدها. سوري. ايه؟ ليف ليف. اوكي اثنين هما اثنين يعني انفصلوا. انفصلوا بقى يعني دي فورست. بريكن اب. يس جود جوب. بريك اب جود جوب. جود جوب. بوينت هتروح لهنا. ما قالتش كده. قلت بريك اب. جود جوب. اوكي يلا بينا الصوره اللي بعدها. خايف. تشيت. تشيت. جود جوب يا هبه. سمعت الكلام ده تشيت والله. لا تشيت خاين يا بولا. تشيت بعد الكلام ده تشيت بمعنى ايه؟ وبعدين انت ماشي في خط الجواز والسنجل والكلام ده ايه؟ دي بعديها تلقائيا. لا مش مذاكره. الله اوكي دي مذاكره الفرح كله. هتبقى لهبه لسه في تشالنجز كتير بتلعب. يلا الصوره اللي بعدها. ستارت. ده ما هيطلقوا خلاص. يس ديفورست. ديفورست جود جوب. 1 بوينت لعبد القيوم. كان ناقص اقول خاين وابقى قفلت الجنب اللي هو سنجل كده. لسه قدامك على فكره فرصه، لسه في كلمات ثانيه. يلا بينا الصوره اللي بعدها. وايف. شايفين ايه؟ لا انت يعني عروسه. يبقى انا. ها ايه؟ كوين اوف ويدنج. لا على فكرة بتقول أي كلمتين ورا بعض. عروسة. كوين اوف ويدنج يعني مش عارف. عروسة مش عارف. لا واقف ايه؟ مش وايف. زوجة. وايف اللي هي زوجة. زوجة دي عروسة عادي. عروسة يعني. قدامكم خمس ثواني. 5 4 3 2 1. اوكي عروسة اللي هي برايد. برايد. بصراحة كنت عارفها بس نسيت. بصراحة. أنا التانية قلت لك ما أعرفهاش بس دي كنت عارفها ونسيت. وأنا قلت وايف اللي هي زوجة فكده يبقى أنا أخدها بصراحة. كده ما فيش حد هياخد بوينت. أوكي يلا اللي بعدها. أوكي اللي أنتوا شايفينه. موفق. واحد بيقدم لواحدة خاتم جواز. بيتقدم. بيتقدم. يعني إيه بقى؟ قدم لواحدة. بيتقدم. الكلمة دي مشهورة قوي فالناس تقولها.
اوكي. لما حد يبقى بيتقدم لواحده، حد بيتقدم لواحده خطوبه؟ لا مش بيتقدم خطوبة. هو بيعمل ايه؟ بيتقدم لواحده، ان انت تتقدم لواحده ده اسمه ايه؟ اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه بالانجلش؟ ها؟ انك تقدم لواحده، التقديم نفسه بريزنتيشن يعني ولا مش لا بريزنت بريزنت هو هي بتبدا بي برضه بتبدا بي برزنتيشن شو فرص مش عارفين انت خلاص هيخسر هم الراجل ده عمال يعمل لي بيغششوا ايه الراجل عمال يشكك ده الراجل ده بيشكك ورا اوكي خلاص مش حد عارف تقدم لواحده اللي هو بروبوزل ما كنتش اعرفها بصراحه لا بروبوزل الفيرب منها الفعل اللي هو بروبوز يتقدم يعني كده مفيش حد ياخد البوينت وهنبدا في اللي بعدها طيب الصوره قبل الاخيره اوكي شايفين ايه لافرز الاثنين دول ايه they are in they are in relation لا لاف 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 بوينت عبد القيوم بوينت عبد القيوم كده 3 بوينت ايه لف سهلة ان ريليشن كده كل واحد فيكم 3 بوينتس اللي هيقول البوينت دي هي النقطه الفيصل اللي هيقولها هيكسب اوكي هيكسب 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 اول فقره معانا اللي هو تشالنج بتاع الكلمات اوكي يلا جاهزين جاهزين ستارت شايفين ايه انجيجمنت انجيجمنت ماشي هي لابسه ايه في ايديها انجيجمنت جيت رينج جود جوب 1 بوينت لهبه يبقى كده هبه هي اللي كسبت البوينت كده هبه هي اللي كسبت الفقره دي اول فقره معانا اللي هو تحدي الكلمات بجد ده هي الكلمه على بعضها يا اصلا ما تعرفش ده بتسالك دلوقتي هي كلمه لا 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 الراجل ده محكم وانا راجل حكم هي قالت انجيجمنت فانا قلت انجيجمنت ايه لا 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 ما تعرفتها انها فيها كده بصراحه انا معترض بجد انا معترض لا حتى هي اندهشت لما شفت الكلمه لا لا هي انجيجمنت خطوبه هو قال لي انجيجمنت ايه طب هو ساعدك في اللوف هي قالت جزء فعلا بس هي انها تعرف قالت انجيجمنت طب ثواني قالت انجيجمنت الريليشن ما انت قلت الريليشن ايه لوف صح مش انت ايوه صح ما انت خدت البوينت بتاعت لوف نفس الطريقه لا ده اوفر انا عايز اكسبها كده كده فعلا اوكي كده اول تحدي خلص معانا واللي كسب التحدي ده هبه جود جوب يا هبه جود جوب شوف الراحه الرياضيه اوكي يبقى ده تاني تحدي معانا وهو تحدي الجرامر وهنا هنختبر معرفتكم للقواعد وتكوين الجمله كل المطلوب منكم ان احنا هنعرض لكم شويه اسئله تشوز هتبدا تختار الاجابه المناسبه للجمله اللي انت شايفها اختار الاول صح لازم يقول الاختيار نفسه هياخد البوينت حلو جدا جاهزين؟ جاهزين يلا بينا؟ يلا بينا يلا بينا واول سؤال معانا محدش فيكم جاوب غير لما اقراه الاول ريدي؟ ريدي اول جمله معانا محمد سبيس ا نيو جوب محمد ايه؟ هاز لا مش للدرجه دي عبد القيوم على الاول 1 بوينت عبد القيوم جود جوب يلا بينا السؤال الثاني احمد ايه every morning shave ولا shaves 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 good job طيب ليه قلنا shaves يعني shaves طبعا يا مين احلق ليه قلنا shaves مش shave عشان الاس عايده رحمت لا الاس عايده رحمت shaves هنا بنستخدمها عشان present simple حاجه انا بعملها كل يوم وهستخدم مثلا هقول احمد او هي او شي او كده بضيف للفعل اس فبقول احمد شيف لكن بس لو انا بعمل حاجه كل يوم هقول مثلا اي بلاي هقول عادي مش هضيف اي حاجه بتاع بس لو هي او شي او كده بضيف اس للفعل مش عارفه القاعده فقالت كده فمعلش نرغي السؤال بس طبعا هبه هتاخد البوينت هي جاوبتها صح جود جوب يا هبه يلا بينا جاهزين جاهزين اوكي السؤال الثالث ذا مان ايه ذا بول هارد الاجابات هتبقى كيك ولا كيكس ولا كيكين كيكس كيكينج وانت قلت كيكس طيب طبعا انتوا الاثنين غلط هتبقى انا كيك. فعلا عملت غلط عشان انت تقول الصعب وبطل هتبقى كيك عادي جدا ليه؟ طيب خلينا نقول ليه زمان عشان الرجال اللي هو هنا جنب الرجال بالظبط احنا طبعا مش هنقول كيكس عرفت ان انا حد مفرد زي هي او شي او كده فاقول هي كيكس انما ذا مان دي جمع هتبقى كيك عادي جدا كده مفيش حد خد البوينت دي لا يلا السؤال اللي بعده اي اي ا فاست رانر واز ولا وير وير اوكي انا الاول لا ما انت قلت لي ما حد انا عارف لا لا استنى اصل انت بتقول ما حدش يجاوب ما حدش يجاوب من بدايه اوكي هو عمل الاجابه غلط اي واز
انا مش فاهم انتوا بتتخانقوا على ايه. هي اي واز عادي جدا. انا امتى بستخدم وير؟ وير دي بستخدمها مثلا لو 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 جمع، زي مثلا اقول وي وير حاجه في الماضي، وي او يو او ذي. في الحاله دي بقول حاجه في الماضي بستخدم وير، انما اي بقول عادي جدا اي واز، اي واز هابي حاجه في الماضي. تمام تمام. ماشي. السؤال اللي بعده بقى يلا بينا. جاهزين؟ جاهز. اوكي. Max was born in April. At. In. 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 Good job. عبد القيوم هياخد البوينت. Max was born in April. At. طبعاً in يا جماعة preposition أو حرف جر بنستخدمه مع الشهور. فبقول in April. In April. At بستخدمها إمتى؟ مع الساعات. مع الساعات. At 10 o'clock. At 10. أو مثلاً ممكن أستخدمها برضو at night. بالليل وكذا. السؤال اللي بعده بقى، احمد has a meeting the 5th of May. On. In. On. At. On بقى. هي دي on بقى. On. Good job. لا اتحكي. لا 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 لا. Good job. On بنستخدمها امتى؟ احنا دي ما قلناهاش المرة اللي فاتت. On بنستخدمها مع الأيام. يعني مثلا on Monday. او مثلا ممكن استخدمها في حاله زي دي on the fifth يوم اليوم الخامس يعني on the fifth of May. تمام. السؤال اللي بعده يلا بينا. How a do you have how many months اوكي عبد القيوم. الاس عشان بتيجي مع ماني. الاس بتيجي مع ماني. اوكي عبد القيوم. ها how a how much من how much money. good job يا عبد القيوم. بستخدم لما اجي اسال عن السعر بقول هاو ماتش، او بستخدم الفلوس عامه اقول هاو ماتش ماني. هاو ماتش ماني دو يو هاف. انت معاك قد ايه فلوس. هاو ماني دي بستخدمها لما اجي اعد حاجه زي مثلا حاجه تتعد. هاو ماني تشيرز في كام كرسي. بس ماني هنا انا مش بعد مش بقول 1 ماني 2 ماني 3. اوكي. ماكس لايكس ا لوت اوف ان هيز سوب. سولت ولا سولز؟ سولت. 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 Good job, عبد القيوم. Good job. Max likes a lot of salt. هو بيحب الكثير من الملح. طبعا salt الملح نفسه مش بيتجمع. يعني مش ما ينفعش اقول two salts. هو الملح uncountable noun. اللي بعده the movie was so a. The movie was so boring. Boring. Good job. طب ليه ما قلتش bored؟ عشان post. اي واز بورد. لا انا لما اجي اتكلم عن حاجه او اوصف حاجه بقول ان هي بورينج بستخدم اي ان جي. بقول ان ذا موفي واز بورينج. انما لو بتكلم عن نفسي او حالتي انا فاقول اي واز سو بورد. انا مش هقول انا بورينج. بورينج دي معناها انا اللي كنت ممل. انا عايز اقول ان انا ملان. اي واز سو بورد. انما الموفي نفسه بورينج. طيب السؤال اللي جاي ده يا جماعه يا اما هيبقى تعادل ان احنا عندنا 3 بوينتس 4 بوينتس. ففي حد فيكم يا اما هيبقى تعادل لو هبه جاوبته او عبد القيوم هيبقى كسب. جاهزين؟ جاهزين. ستارت. I have a friends in the world. I have a good. good. The best. Good job. I have the best friends in the world. ركب الجملة. طيب امتى انا بستخدم a good؟ دي لو كنت اقول friend. I have a good friend. A good دي معناها ايه دي؟ معناها ان انا واحد بس. I have a good friend. انما friends I have. بصراحة انا كنت ناوي اختار اول اختيار ايا كان ايه بصراحة. ايا كان ايه. كده تعادل هيبقى في نقطة اللي جاية لفيصل. اوكي. You and Max. You and Max. A best friends. You and Max. Am ولا is ولا are. Are. Good job, عبد القيوم. You and Max are good friends. Good job كده عبد القيوم هو اللي كسب الفقرة دي. يبقى كده تاني فقرة أو تاني تحدي هيبقى لعبد القيوم. Good job. اوكي التحدي الثالث معانا وهو تحدي المواقف. وهنا هنختبر قدرتكم على مين قادر يتكلم بسرعة في مواقف مختلفة. يعني مثلا هقول لكم مثلا بنقول ايه لما نيجي نقول لحد شكرا. هنقول ايه مثلا؟ ثانك يو. ثانك يو ثانكس. بالظبط. اللي هيقول بقى الجمله دي الاول هياخد الايه؟ هياخد البوينت. جاهزين؟ جاهزين. اول موقف معانا لسه مقابل حد وعايز ترحب بيه هتقول له ايه غير كلمه هاي؟ هلو. 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 جود جوب.
هلو. طيب حلو جدا. هي نفس المينينج اوف هاي يعني. ما هو قال غير هاي. ايه غير هاي؟ ايه غير هاي؟ في جمل تانية طبعا ممكن اقولها. ممكن اقول لحد مثلا هاي او هلو او هلو ذير. او ممكن اقول له يو. ده حاجة سلانج كده شعبي يو. ممكن اقول له مثلا هاوري. هاوري. هاوري دي اختصار ل how are you doing. يعني بيستخدموا هاوري. هاوري. الموقف الثاني. ready start. لسه مقابل صاحبك وعايز تقول له عامل ايه. هتقول له ايه غير how are you. What's your day. How was your day. How was your day. How was okay. your day. Okay. صح بس ممكن اقول له تاني عامل ايه. عايز اقول له عامل ايه. How was your day صاحبك. How was your day. اقول له ايه مثلا. Tell me about day. Tell me about your day صح. ماشي حلو جدا. بس how was your day. 1 point ليه هبه. how was your day. يومك كان عامل ايه. حلو جدا. برضو في جمل تانية ممكن استخدمها. ممكن اقول ايه بقى. ممكن اقول how's it going. how is it going. بالاختصار بقول how's it going. معنى how are you. عامل ايه. how's it going. او ممكن اقول how's it been. او مثلا ممكن اقول how have you been. how have you been. عامل ايه. how have you been. او برضو ممكن اقول له how's everything. how's everything. كل شيء عامل ايه معاك. الدنيا عامله ايه معاك. اوكي الموقف اللي بعده. حد سألك عامل ايه وانت عايز تقول له انا كويس بس غير I'm fine. Good. Good. I'm good. Good job. في جمل تانية برضو ممكن اقول. ممكن اقول I'm good. I'm cool. I'm great. I'm dandy. I'm dandy. ممكن اقول keeping cool. ممكن اقول برضو I'm okay. I couldn't be better. I'm right. No complaints. مش بشتكي. حالي كويس. جاهزين؟ جاهز. الموقف اللي بعده عايز تقول لصاحبك ما تيجي نشرب قهوة. تعالى نشرب قهوة. اقول له ايه؟ Let's go to كافي. Well, let's go to انا بقول له كافي على طول. انا بقول له كافي. لا 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 ايه كافي. Let's go. انا بقول له كافي. جملة. لا في جملة. ايه كافي دي؟ ايوه. Let's go to make a coffee. Let's go get coffee. Ah, yes. Let's go get coffee. coffee. Good job. أنا هحسب البوينت طبعاً لهبة. طبعاً هنتكلم على جمل يعني كافي برضو مش معبرة قوي. في جمل تانية برضو ممكن استخدمها. أول جملة ممكن أقول Do you have time for coffee? أنت عندك وقت for coffee? Do you have time for coffee? ممكن أقول How about a cup of coffee? How about? How about برضو بستخدمها لما اجي اقترح على حد حاجه. ممكن اقول ليتس جو فور كافي. ليتس جو فور كافي. كده يا جماعه الموقف اللي جاي ده هو اخر موقف وده هيبقى الحاسم مين اللي هيكسب الفقره دي. عايزكم تركزوا. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين. اوكي صحابك سالوك عامل ايه وانت عايز تقول لهم ان انت مكتئب فعايز تقول حاجه غير I'm not okay. I'm not okay. I'm not okay. اوكي ماشي ممكن اقول ايه تاني؟ بس انا مكتئب. عايز اقول انا مكتئب. I'm depression. Okay. I'm disappointed. Disappointed. صح. Good job. ماشي. بس انت قربت. I'm depression. Depression. Depressed. I'm مضغوط. Depressed. I'm مضغوط. I'm disappointed. أو محبط. Okay. أنا قلت الأول. إيه مين؟ أنا قلت I'm okay. Depression. طبعاً. Depression ده اللي هو الاكتئاب نفسه. الاكتئاب. ماشي. يعني ممكن. فهي الجملة مش راكبة أوي بس يعني. انا ممكن اقول ايه طيب جمل طبعا البوينت دي هنحسبها لهبه تمام كده هبه هي اللي هتكسب الفعاله الفقره دي ولكن اقول لكم جمل ثانيه برده بنستخدمها اول جمله معانا I'm depressed. I'm depressed. ممكن اقول I'm feeling low. انا حاسس ان انا برده مكتئب نفس الكلام او ممكن اقول I'm feeling down. I'm feeling down. برده ممكن اقول I'm feeling blue. ده برده مصطلح بنستخدمه مش معناه انا بشعر ان انا ازرق لا ده معناه I'm feeling blue دي برده ان انا مكتئب او حزين حتى الان هبه كسبانه فقرتين وعبد القيوم كسب فقره اوكي الفقره دي يا جماعه هي فقره النطق او البرونسيشن اللي مطلوب منكم هنا ان احنا هنختبر قدرتكم على النطق والاكسنت وكده بكل بساطه هنعرض شويه كلمات والكلمات دي عايزكم ان انتوا تنطقوها بس بالامريكان اكسنت تنطقوها صح النطق صح بالامريكان اكسنت جاهزين جاهزين اول كلمه معانا وهي مين يقول people 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 صح طبعا هنا نخلي بالنا ان احنا البي بنقولها با با بالظبط فبنقول با مش بنقولها زي البي في العربي بنقول ما بنقولش بنقول بيبل بنقول بيبل جود جاب 1 بوينت انا قايلها هي لك الاول طيب تاني كلمه معانا جو ووتر 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 اوكي جود جاب احنا بنلعب في القيوم في الامريكان اكسنت لما بنلاقي حرف التي جاي ما بين صوتين متحركين زي الاي والاي والاي والاو واليو بنقول water water بنطقها زي الر في العربي او دي سريعه قوي تبقى water water او water الاثنين صح حسين الكلمه اللي جايه دي صعبه سنه مين هيحاول يجيبها جو
سنتر 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 هي صح بس مين هيقولها بالامريكان اكسنت سنتر سنتر على فكره انا كنت تعرف ده منين اللي فاتت كانت تورر عشان كده تمام يبقى كده بوينت لي عبد القيوم طب احنا ليه بنقولها بقى سنتر احنا هنا مش بننطق حرف التي خالص احنا التي لما بيكون جايه بلا حرف الان مش بننطق حرف التي بنقول سنتر سنتر ركزوا في القواعد دي عشان هيجي عليها امثله تاني اوكي الكلمه اللي بعدها جو ماث 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 جود جوب ماث طبعا خلي بالك هنا من التي اتش بنطلع اصلا عندي مشكله في ماث ماث فبننطقها زي انت كده كده اصلا اصلا هي جايه لها على الطقطقه فاهم بتعمل ما بتقولش زي اصلا فاهم فماث ف ف بنقولها زي الت في العربي اللي بعدها جو واز واز جود جوب عبد القيوم طبعا هنا في الامريكان اكسنت بنقولها الاي احيانا بتنطق فاحنا بنقول واز واز ستارت بيوتيفول 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 جود جوب عبد القيوم ليه قلنا بيوتيفول عشان التي جاي قبلها حرف متحرك وهي بعدها حرف متحرك فبيقول بيوتيفول بيوتيفول مشكله زي الكلمه زي المثال اللي فات اللي قلناه ايه واتر خدتوا بالكم هو زي هو جاي هو جاي ساكن حرف التي بس بيقول له عندي عندي دكتوراه حتى دكتوراه حتى انا عندي بالتي في ال اوكي الكلمه اللي بعدها جاهزين جاهزين جو بيبر 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 اوكي انا بيبر بيبر ما قلت هو ما انطقش البي اصلا بي ما انطقش البي ايه هو منطقة التي لا البي انت ما هو انت قلتيها ايه؟ بيبر طيب بص انا البوينت دي مش هحسبها لحد عشان هي المفروض بيبر بيبر انا قلت بيبر. انا قلت يا بولا بالله عليك لا انت قلت بيبر بقى اسكت بقى الصراحة هي مش بيبر هي بيبر اللي هي ورقة بيبر جاهزين 1 2 3 جو انترناشونال 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 هو انتي لعبة نفس التيم هي جت ازاي بس انا عايز اسمع نفسي وانا بقولها هي ايه مشكلة زي ما قلنا قبل كده التي لما بيكون جايب لها ايه بنقول ايه ما بنقولهاش خالص بنقول انترناشونال انترناشونال انا قلتها كده انا تلاقيني قلتها في حتة تانية خالص الكلمة اللي بعدها جو ثينك ثينك جود جوب هبة في انا قلتها الاول بعدين قلتها هي متخصصة في التي ايوه خلي كده متخصصة في التي انا في التي واقف يبقى ثينك احنا قلناها صح جود جوب هبه يبقى جاهزين اللي جايه جو لا 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 انا بتاكد في الامريكان لا متاكدش في الامريكان اكسنت مش بيقول لو بنقول لا 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 زي واز واز جود جوب هات حاجه فيها تي كده عشان انفير والله انفير على فكره اللي جايه دي هي اخر واحده أوكي. يعني يا اما تعادل او حاسمه يا اما تعادل يا اما عبد القيوم بيكسب بفهشتي بفهشتي ياسين ياسين جو بلاك اند وايت بلاك اند وايت بلاك اند وايت هي مبدئيا دي عادي بلاك ايوه بلاك اند وايت وايت واير لا هي وايت وايت ها بلاك اند وايت لا بلاك اند وايت اوكي هي تركايه في اند بلاك اند وايت اند وايت اند بلاك اند وايت بلاك اند وايت والله قلتها ثواني قلتي ايوه ايوه ثانيه واحده هي قالت اند ايوه مش اند هي نا بس هو قال بلاك اند وايت مش بنقول اند ومش بنقول اند احنا بنقول الان بس بلاك اند وايت بلاك اند وايت اوكي طب هي ده كده انفير لا هي ان بس لا انفير ان بس انا سمعتك كده عبد القيوم كسب معانا الفقره دي يبقى كده فقرتين عبد القيوم وفقرتين لهبة لسه قدامك الفرصة لسه الفقرة الجاية هتحسن أنا مش موافقة هي الجاية الحاسمة فعلا الجاية دي الفقرة الأخيرة دي هي الفقرة الحاسمة وهي أكتر فقرة هتبقى محتاجة منكم تركيز جدا 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 طيب خامس تحدي معانا يا جماعة والتحدي الأخير والحاسم حرفيا هو تحدي الاستماع وهنا زي ما واضح احنا بنختبر عندكم مهارة الاستماع يعني هنسمع جزء من فيلم جزء صغير جدا اللي هيلقط الجمله اللي اتقالت ايه الاول هنسمعه كذا مره اللي هيلقط الجمله اللي اتقالت ايه الاول هياخد البوينت بس هنسمع الاول بعد كده هنقول جاهزين جاهزين go
Go. No, no, no. I'm gonna wear this all the time. No, no, no. I'm gonna wear this all the time. No, no, no. I'm gonna wear this all the time. No, no, no. I'm gonna wear this all the time. Go. I'm gonna wear this. I don't know. No. I'm gonna wear this. بلح يا معلم. No. هنسمعها تاني. يلا تاني. ولا 100 مرة. يلا go. No. I'm gonna wear this all the time. No. I'm gonna wear this all the time. No. I'm gonna wear this all the time. No. Go. I'm gonna wear this all the time. I don't know. Again, قوليها تاني. No. No, I'm gonna wear this all the time. Good job. 1 point to Heba. No, I'm gonna wear this all the time. I don't know. انت خلص الموضوع ده لصالح حلو عشان انا جاهزين؟ هنسمعها 4 مرات ما حدش يجاوب خالص. اول ما الفيديو يخلص نجاوب. Go. I love this shirt. هي قالت الاول. انا قلت صح؟ بس هي قالت الاول. 2 points لي هبه. لا حرام تديني حاجه عشان مش هجيب الموضوع ده خالص. حاجه واحده بس. I love this shirt. Good job يا هبه. انت ممكن انت ستلس تكسب. لسه بتقول واحد تكسب. انا مش هكسب في ده. انا عارف الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. Hi, we're buying the house next door and We're buying the house next door. صح كده؟ No. أنا نفسي تطلع ساعة عشان هي عمالة تقول الكلام كتير. أنا بقولش. Okay. طب هنسمع لآخر مرة يا جماعة. بس ما حدش يجاوب في النص. آخر مرة. Go. We're buying the house next door. لا. Hi, we're buying the house next door. Okay, no. نسيت. يبقى احنا كده هنقول Hi, we are buying the house next door. Hi, احنا جايين نشتري البيت اللي جنبكم. Hi, we're buying the house next door. الموضوع صعب قوي. We are أصلاً. We're buying the house next door. انا بعيد قوي يا فندم. اوكي دي انا ما سمعتهاش كويس. اوكي جاهزين اللي جايه؟ يلا بينا. اللي جايه دي يا جماعه لو هبه جابتها صح خلاص هتبقى هي كسبت التحدي. لو هي ما جابتهاش صح يبقى احنا هنكمل التحدي في اسئله جايه. أيوه. جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3 go. I'm wearing everything you own. I'm wearing everything you own. All right. Good job, Heba. بكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا. Good job يا جماعة بجد. Good job ليكم انتوا الاثنين. Good job طبعا هبة كسبت معانا. طبعا يا جماعة يعني برضو كانت التحدي قوي جدا. عبد الكريم كسب التحديين. وهبة كسبت التحديين فده يعتبر يعني الفيصل. فـ good job يا هبة وهارد لك يا عبد القيوم وإن شاء الله تكسب حياتك الجاية. كده نكون خلصنا يا جماعة بجد بجد أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجة جديدة. وطبعا يعني دي فرصة كويسة جدا إن احنا نعمل براكتسنج للإنجلش بتاعنا وفرصة دايما إن احنا نبقى عارفين إن الإنجلش هي لغة بتحتاج إن احنا نعمل براكتسنج. محتاج ان احنا ننزل نتكلم نتعلم من يعني نتعلم من اخطائنا ونتعلم من بعض ناخد فيدباك ونطور اللغه بتاعتنا. اتمنى تكونوا استفدتوا يا جماعه بجد. استفدنا جدا بجد. طيب يعني الموضوع فعلا ان احنا عايزين نعمل حاجه ممتعه وفي نفس الوقت نكون بنتعلم برده حاجه. برده الناس اللي بتتفرج علينا اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من البرنامج ولو حابين تشاركوا معانا الحلقات الجايه تقدروا تبعتوا لنا على رسائل الصفحه واستنونا الحلقات الجايه.